التغطية مستمرة على شاشة القاهرة الإخبارية، ونتابع فيها أبرز التطورات على الساحات الإقليمية المختلفة. البداية إذن مع تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث أفاد مكتب الإعلام الحكومي بقطاع غزة بأن جيش الاحتلال ارتكب مجزرة داخل مستشفى شهداء الأقصى بقصف خيام النازحين راح ضحيتها 5 شهداء وأكثر من 18 مصابا. وأضاف مكتب الإعلام الحكومي في بيان له بأن المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال تضاف إلى سلسلة من المجازر المستمرة منذ أكثر من 300 يوم من حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني. كما طالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية الضغط على الاحتلال لوقف حرب الإبادة ووقف شلال الدم المتدفق في قطاع غزة. استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء شن جيش الاحتلال غارة جوية استهدفت أحد المنازل بدير البلح وسط قطاع غزة. كما شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية على مخيم جباليا شمالي القطاع أسفرت عن استشهاد 4 أشخاص وإصابة 8 آخرين، بالإضافة إلى قيام زوارق الاحتلال بقصف عدة مناطق شمال غربي مدينة غزة. قصفت مدفعية الاحتلال عدة مناطق بمخيمي البريج والنصيرات وسط قطاع غزة، كما قصفت مدفعية الاحتلال مناطق شرق حي الزيتون بمدينة غزة. وفي خان يونس أطلقت آليات الاحتلال النار تجاه المواطنين ببلدة عبسان الكبيرة شرقي المدينة جنوبي قطاع غزة. أعلنت حركة حماس أنها بدأت إجراء عملية تشاور واسعة لاختيار رئيس جديد للمكتب السياسي للحركة بعد اغتيال إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران. وأكدت الحركة أن ما تتداوله بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي عن تكليف أسماء معينة بشغل موقع رئاسة الحركة لا أساس له من الصحة. يعيش نحو 2 مليون نازح داخل المخيمات ومراكز الإيواء في قطاع غزة في ظروف معيشية قاسية ووسط خطر الإصابة بالأمراض والأوبئة. ومع ارتفاع درجات الحرارة والاكتظاظ السكاني في خيام النازحين وتراكم مياه الصرف الصحي، تنتشر الحشرات التي تنقل الأمراض والعدوى الفيروسية بين النازحين. عبر مياه الصرف الصحي وأكوام القمامة والمباني المتضررة، يقوم النازحون في مخيم المواصي بخان يونس ببناء ملاجئ مؤقتة في محاولة للعثور على مكان آمن للإقامة. أهالي مخيم المواصي يؤكدون أن تدهور الأوضاع المعيشية والمياه الملوثة التي تحيط بهم هي مجرد واقع آخر لا مفر منه تحت قصف الاحتلال، مثل آلام الجوع أو أصوات القصف. فبسبب القصف الإسرائيلي الدامي على غزة انهارت قدرة القطاع على التخلص من القمامة ومعالجة مياه الصرف الصحي وتوفير المياه النظيفة، ما أدى بدوره إلى تفاقم الظروف المعيشية القاتمة وزيادة المخاطر الصحية لمئات الآلاف من الأشخاص المحرومين من المأوى والدواء، فضلاً عن تفشي الأمراض الجلدية والأوبئة بين آلاف النازحين، مما يهدد بحدوث أزمة إنسانية كبيرة داخل المخيم.
وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة حذرت من احتمال تفشي فيروس شلل الأطفال شديد العدوى في غزة، حيث عثرت على آثار للفيروس في عينات الصرف الصحي التي تم جمعها من خيام النازحين، ما يستلزم تنظيم حملة تطعيم جماعية. إلى جانب تدهور الأوضاع الصحية، لا يزال النازحون في مخيم المواصي يواجهون صعوبة في الحصول على الغذاء في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي، والذي قيد دخول المساعدات التي تشتد الحاجة إليها، ما أجبر أسر النازحين على الاعتماد بشكل كبير على المطابخ الخيرية المؤقتة للبقاء على قيد الحياة، حيث يصطفون في طوابير لعدة ساعات في طقس شديد الحرارة للحصول على كميات قليلة من الطعام لا تكفي لسد جوعهم. في غضون ذلك، أفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالعقبات المستمرة أمام وصول المساعدات الإنسانية في غزة، فوفقاً للمكتب من بين 157 مهمة إغاثة مخطط لها إلى شمال غزة الشهر الماضي، تم تسهيل 67 مهمة فقط من قبل الاحتلال. أفاد مراسلون باستشهاد 17 فلسطينياً وإصابة 60 آخرين جراء غارة نفذها جيش الاحتلال على مدرسة بحي الشيخ رضوان في مدينة غزة. وأوضح مراسلنا أن المدرسة كانت تؤوي مئات النازحين. يأتي هذا بينما زعم جيش الاحتلال أن المدرسة كانت تضم تجمع قيادة تابع لحماس. ولمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا من الناصرة الدكتور سهيل دياب، أستاذ العلوم السياسية. دكتور سهيل، أهلا ومرحبا بك على شاشة القاهرة الإخبارية. في ظل الحديث الذي كان متواترا خلال الأسابيع الماضية عن أن هناك صفقة تلوح في الأفق لتبادل المحتجزين والأسرى ووقف إطلاق النار، ربما استطاع نتنياهو أن يدق آخر مسمار في نعش هذه الجهود باغتياله لإسماعيل هنيه. إلى أي مدى تتفق مع هذه الرؤية ولماذا؟ صباح الخير لك ولجميع المتابعات والمتابعين. بداية برأيي أننا نعيش بهذه الفترة وهذه الأيام، والجميع يلتقط أنفاسه ماذا سيجري غدا وبعد غد وفي الأيام القريبة نتيجة لكل المجريات التي قامت بها إسرائيل من اغتيالات ومتعددة الجغرافيا. ولكن دعني أقول أن بنفس الوقت هنالك فرص سانحة لإمكانية العمل الدبلوماسي الواسع دوليا وإقليميا من أجل تبريد قدر الإمكان من هذا التوتر القائم اليوم عن طريق عقد صفقة تبادل أسرى ووقف الحرب على قطاع غزة. لماذا أقول هذا الأمر؟ أقول هذا الأمر أن من تابع زيارة الوفد الإسرائيلي أمس إلى القاهرة وعودته والنقاشات التي جرت قبل ذهابه وبعد إيابه تتضح الصورة التالية: أن مجمل الأطراف في الشرق الأوسط تريد تهدئة ولا تريد الذهاب إلى حرب إقليمية ما عدا نتنياهو. حتى في داخل المجتمع الإسرائيلي كانت هناك كل التسريبات الممكنة على النقاش الدائر بين الجهاز الأمني والجهاز السياسي بموضوع الصفقة، وأن نتنياهو هو العائق الوحيد الذي ما زال أمام مثل هذه الصفقة. السؤال الكبير أنه بين الاغتيالات العدوانية الإسرائيلية وقبل أن يأتي الرد الإيراني الموجع كما يوصف في كل وسائل الإعلام، هل ستكون هناك إمكانيات لعمل دبلوماسي عالي كبير؟ برأيي الفرصة سانحة. السؤال الثاني: من سيقوم بذلك؟ برأيي طرفين. الطرف الأول هو الطرف الأمريكي، وآن الأوان أن يقوم بمثل هذه الخطوة، أيضا حفاظ على مصالحه
المستقبلية في منطقة الشرق الأوسط، والطرف الثاني هي الدول العديدة في العالم بما في ذلك الدول العربية ودول الوسطاء في هذا الاتفاق، لديهم المفاتيح الكثيرة الكثيرة جدا في الضغط والتأثير على الجانب الأمريكي بالقيام بمثل هذه الخطوات. لما وهذا الأمر من شأنه من الممكن أن لا يمنع الرد الإيراني الذي من الممكن أن يتبعه ردا إسرائيليا وهكذا دواليك، إلى ولكنه من الممكن أن يجعل من طبيعة هذا الرد غير واسع وغير مؤثر على إمكانية فتح جبهة جديدة في العالم والأمر، وهذا الذي يخشاه كل الأطراف الموجودة في المنطقة. لا طالما تطرقت إلى الرد الإيراني المتوقع سيد سهيل، إلى أي مدى ترى أن هذا الرد الإيراني سيكون متفق أو مختلف عن الرد الذي حدث في 13 إبريل من قبل إيران على إسرائيل؟ ما هي السيناريوهات المتوقعة من وجهة نظرك؟ النقطة الأولى أنه سيكون ردا موجعا أكثر بكثير مما كان في ليلة الصواريخ في 13 و14 إبريل، هذا لا نقاش عليه لأسباب عديدة وتحدثنا عنها طويلا ومن الممكن أيضا التركيز عليها. لماذا؟ النقطة الثانية والواضحة أن الأمر الموجع لن يعني لا يعرف بأي بنك أهداف موجود، هنالك أكثر من 1000 هدف لدى على الأقل حزب الله وإيران لإمكانية أن يهاجموا بها إسرائيل، ولكن غير معروف أي أهداف. ولكن ما هو واضح أن أي أهداف غير يعني مهددة بهذا الرد. أولا لن يتم على الإطلاق التعرض إلى مدنيين، ثانيا لن يتم التعرض إلى اغتيال شخصيات إسرائيلية، ثالثا لن يكون الرد خارج منطقة الجغرافية الإسرائيلية، بمعنى ليست في العالم ولا بسفارات أجنبية وإلى آخره. فلذلك واضح أنها لن تكون بهذه الأماكن الثلاث. أين يمكن أن تكون؟ متى؟ هل ستكون متزامنة من أطراف المحور المقاومة أم تكون متدحرجة أم تكون منفصلة كليا؟ على هذه الأمور يجري الحديث الآن. دكتور سهيل، دعني أنقل لك ما ذكرته هيئة البث الإسرائيلية التي تحدثت عن أن التقديرات تشير إلى أنه سيكون هناك يعني استهداف لأهداف داخل إسرائيل أو في عمق إسرائيل. إلى أي مدى تتفق مع هذه الرواية؟ هذه هي الإمكانية الأساسية وهذا السيناريو الأساسي المتداول ليس فقط إسرائيليا، بما معناها أن ستكون هناك أهداف استراتيجية في الداخل الإسرائيلي وبالعمق الإسرائيلي. هذا يعني أصبح يعني مفروغ منه. وعندما عددت أين لم أماكن التي من غير الممكن أن يكون بها الرد، كان واضحا أن الأهداف ستكون في الداخل الإسرائيلي وبأهداف استراتيجية كبيرة موجعة. نعم سيد سهيل، نتحدث عن أن الضربة المحتملة هل ستكون انطلاقا من إيران، ستقوم إيران بتوجيه مثلا صواريخ وطائرات مسيرة منفردة أم بالشراكة مع الوكلاء في المنطقة؟ نتحدث عن حزب الله، نتحدث عن الحوثيين والجماعات المناصرة لها في كل من سوريا والعراق. الرد المتكامل سيكون من جميع الأطراف. السؤال الغير مبتوت به نهائيا حتى الآن أو غير واضح، هل سيكون هذا الرد من كل طرف لوحده بشكل متدحرج أم متزامن؟ على هذا يجري الحديث عليه. لماذا؟ لأن كل طرف له حساب مفتوح مع إسرائيل لأسباب إضافية عدا السبب الأساسي العدوان على قطاع غزة، بما معناه أن لليمن حساب مفتوح مع إسرائيل، لحزب الله حساب مفتوح مع إسرائيل، وإيران لها حساب مفتوح مع إسرائيل إضافة إلى العراقيين.
فلذلك كل طرف يريد أن يغلق هذا الحساب بمفرده، والحديث يجري هل ستكون هذه الردود متزامنة أم متدحرجة. من الجانب الإيراني واضح وضوح الشمس أن الجواب سيأتي من الأراضي الإيرانية وليس عبر وكلاء، وسيصل إلى الهدف الجغرافي الإسرائيلي وليس إلى أماكن أخرى. سيد سهيل، يعني بعد الأحداث التي وقعت في 13 من إبريل الماضي والضربة التي وجهتها إيران لإسرائيل، أشارت معظم التحليلات والمحللون ومراكز الدراسات إلى أن هذه الضربة صممت بشكل يمكن احتوائه. هل نحن أمام نفس السيناريو أم أن هناك متغير جديد؟ لدينا متغيرين جديدين كبيرين. المتغير الأول أن هذه المرة لن يكون الرد منسقا مع الولايات المتحدة كما كان في 13 و14 إبريل، بمعنى أن الأمور يعني حتى استعمال المسيرات واستعمال الصواريخ التي تأخذ 12 و13 ساعة على الطريق هي دلالة على يعني تنبيه بالاستعداد لوصولها، فلذلك لن تكون بهذا الشكل ولن تكون بهذا السيناريو، ستكون بشكل فيها الكثير الكثير من الغموض، الكثير الكثير من دعني أقول المفاجآت من حيث اختيار الأهداف ومن حيث التوقيت، وهذا الأمر يعني أصبح بارزا وواضحا لجميع الأطراف بما فيها الولايات المتحدة وإسرائيل. نعم دكتور سهيل، نعم، منذ أعلنت يعني إيران عن ضرورة الرد على اغتيال إسماعيل هنية تحركت المدمرات وحاملات الطائرات الأمريكية إلى منطقة الشرق الأوسط، وأعلنت الولايات المتحدة على ألسنة يعني قياداتها بأنها ستضمن أمن إسرائيل. وهنا أتساءل، ما هو دور هذه المقاتلات وحاملات الطائرات في المعركة لو اندلعت بالفعل المواجهة وقررت إيران توجيه ضربة حقيقية ومؤثرة لإسرائيل؟ هنالك هدفين لهذه التحركات والبروفاغندا الإعلامية المرافقة لها، دعني أقول، لأن هناك بروفاغندا إعلامية عالية السقف في الترويج لهذه الاستعدادات. الهدف الأول هو من أجل الردع لنوع الرد وحدته، يعني تريد الولايات المتحدة من هذه التحضيرات والبروفاغندا المرافقة أن تردع إيران وحلفاء إيران بأن يختاروا أهدافا ليست عالية السقف، أن يختاروا أهدافا ليست حادة بشكل كبير وما إلى ذلك. الهدف الثاني لهذه التحضيرات والترويج لها بهذا الشكل هو أن تعطي غطاء وتمنع اعتداءات على إسرائيل وحماية إسرائيل. هذا أيضا رأيناه في 13 و14 إبريل، ولكنه سيكون بشكل أوسع وبشكل فيه دور أمريكي أعلى. لماذا؟ لأن كل المباحثات التي أجرتها الولايات المتحدة حتى الآن بما في ذلك مع أطراف دولية وأطراف عربية هنالك نأي عن النفس بالدخول بمثل هذا الحلف الكبير مع الولايات المتحدة لتغطية إسرائيل كما حدث في 13 و14 إبريل، خاصة من بريطانيا من ناحية، من بعض الدول العربية من ناحية ثانية، وترى هذه الدول أن ما قامت به إسرائيل يعني تمنع أن يكون الموقف مشابها لموقفها كما كان في 13 و14 إبريل. دكتور سهيل، إذا ما قررت نعم تفضل، ملاحظة أخيرة، ولكن لا أعتقد أن هدف هذه التحركات أن تشارك الولايات المتحدة بقوتها العسكرية والميدانية لمهاجمة أي من الدول في المنطقة بما في ذلك إيران. بالطبع، لكن هناك حديث حول أن إيران لو قامت
بتنفيذ سيناريو مشابه لما حدث في 13 من إبريل عن طريق إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة، فربما يحدث مثل ما حدث من قبل، تخرج المقاتلات الأمريكية والبريطانية لإسقاط هذه الصواريخ والطائرات المسيرة. وهنا أتساءل، هل ستكون القواعد الأمريكية والمصالح الأمريكية في المنطقة في مجال الاستهداف الإيراني، أم ستكون بمنأى عنه؟ وهنا أتحدث عن قواعد أمريكية كقاعدة عين الأسد مثلا، هل ستكون موضع استهداف أم ستكون بمنأى عن هذا الاستهداف؟ تحليلي وقراءتي تقول كالتالي، أن الطرف الإيراني والمقاومة في المنطقة ومحور المقاومة لا يريد مواجهة عسكرية مع الولايات المتحدة كمبدأ في هذا الأمر، إلا إذا حدث أمرين. الأمر الأول أن الموقف الأمريكي تحول من بين قوسين مدافع عن سماء وأمن ابنها المدلل إسرائيل، وبدأت تأخذ موقفا أكثر فاعلا في جيوشها تجاه الدول الإقليمية بما في ذلك إيران أو العراق أو اليمن أو أي مكان آخر، وهذا سيخلق وضعا جديدا. النقطة الثانية هي أنه من الممكن أن يكون هنالك بعض الحسابات الموجودة في بعض الأماكن بشكل محدود، سواء في العراق بما يتعلق في المعسكرات الأمريكية، لأن هناك موضوع آخر إضافي متعلق في القضية العراقية والمعسكرات الأمريكية، أو في قضية البحر الأحمر واليمن المتعلقة بالتجارة الحرة والسفن العابرة من البحر الأحمر، ولكن بخط عريض أساسي محور المقاومة لن يذهب إلى مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة إلا إذا دخلت الولايات المتحدة كفاعل على الأرض وليس فقط مهددا ومدافعا عن أمن إسرائيل. دكتور سهيل، ربما إسرائيل لجأت في الفترة الأخيرة إلى تصعيد وتيرة الاغتيالات لقادة في حزب الله، وأيضا انتهينا باغتيال إسماعيل هنية والحديث عن اغتيال محمد الضيف، وهو ما أنكرته حركة حماس. إلى أي مدى تمثل هذه الاستراتيجية فاعلية ومؤثرة على هذه المحاور وذات تأثير كبير في التأثير على قدراتها وبنيتها البشرية؟ بداية، عقيدة الاغتيالات السياسية والعسكرية هي عقيدة مرتبطة بالأمن القومي للعصابات الصهيونية قبل نكبة 48، يعني بدأت منذ 1907، ومن المهم جدا مراجعة هذا التاريخ. وقامت إسرائيل والعصابات الصهيونية قبل قيام دولة إسرائيل ب 2750 باعترافهم 2750 اغتيال سياسي لشخصيات فلسطينية وعربية أدبية وسياسية وعسكرية وشعراء وما إلى ذلك وإعلاميين على مدار العقود الماضية. النقطة الثانية، أن الاغتيالات السياسية مرت ثلاث مراحل بجدواها. الفترة ما قبل نكبة 48 كانت مجدية من أجل تشجيع الهجرة اليهودية إلى فلسطين التاريخية وإلى ثني الإدارة الانتداب البريطاني لدعم إسرائيل أكثر. المرحلة الثانية بين 48 وحتى 2006 كانت يعني تتلاعب ما بين تأخير أعمال معينة ترى إسرائيل أنها تضر بأمنها وتساعد لفترة معينة لإبعاد حرب معينة أو لإبعاد خطوات معينة من الأطراف العربية أو الفلسطينية بشكل متفاوت ومتغير. أما بالفترة بعد 2000 و2006 فأصبحت غير مجدية إطلاقا،
وهذا باعتراف العديدين من الباحثين الإسرائيليين، وأنها أصبحت تشكل عبئا ونتيجة عكسية، سواء بالقيادات الجديدة التي تصل إلى الطرف المستهدف وتحضر دائما قيادات بكثير من الأحيان حتى أفضل من التي كانت وغتيلت سابقا، والأمر الثاني لا تجلب أي أمر استراتيجي وتغيير توازن القوى استراتيجي لصالح إسرائيل، بل بالعكس من الممكن أن يحصلوا على 24 ساعة فرح وضحك ورقص، ولكن بعد ال 24 ساعة تعود إلى أزمة إسرائيل أعمق مما كانت عليه قبل هذا الاغتيال. على كل أحوال أشكرك شكرا جزيلا، كنت معي من الناصرة الدكتور سهيل دياب أستاذ العلوم السياسية. أكدت عائلات المحتجزين في قطاع غزة أن هناك صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين مطروحة على الطاولة، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحبطها بطريقة مستهدفة. وخلال مشاركة في تظاهرة في تل أبيب أشارت عائلات المحتجزين إلى أن نتنياهو اختار جر إسرائيل إلى التصعيد بدلا من إنقاذ الأرواح، لافتة إلى أنه تخلى عن المحتجزين منذ زمن طويل في سبيل الحفاظ على بقائه السياسي. أفادت مراسلة القاهرة الإخبارية بتجمع المئات من الإسرائيليين أمام وزارة الدفاع في تل أبيب للمطالبة بعقد صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين، وسجلت مواجهات في تظاهرة للمطالبة بإطلاق سراح المختطفين في تل أبيب، فيما وصلت قوات من الشرطة الإسرائيلية إلى مكان الحادث بعد أن اندلعت اشتباكات بين المتظاهرين وعناصر الشرطة. وقام العشرات من المتظاهرين في تل أبيب بإغلاق منطقة أيلون المتوجهة شمالا في منطقة أرلزروف في وقفة احتجاجية للمطالبة بالتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المختطفين. ذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه يتوقع من الأمريكيين عدم التدخل في السياسة الإسرائيلية. جاء ذلك تعليقا على تقرير أفاد بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعرب عن إحباطه العميق من مماطلة نتنياهو فيما يتعلق بصفقة المحتجزين. وقال نتنياهو وفقا للتقرير إنه لا يتناول الأمور التي قيلت في المحادثات المغلقة، مؤكدا أنه لا يتدخل في السياسة الأمريكية وسيعمل مع أي رئيس منتخب للولايات المتحدة. وفي الوقت ذاته اتهم مكتب نتنياهو حركة حماس مجددا بأنها تحاول إدخال عشرات التعديلات على مقترح وقف إطلاق النار، وهي التعديلات التي قال إنها تلغي الاتفاق. أفادت وسائل أعلام إسرائيلية بأن إبرام صفقة التبادل للأسرى والمحتجزين الآن سيمنع اندلاع حرب إقليمية. وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن رئيس الوزراء نتنياهو اتخذ قرارا بالتخلي عن المحتجزين رغم رغبة كل الأطراف في إبرام صفقة. ومن جانبه أكد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد أن نتنياهو يستمر في تأخير صفقة استعادة المحتجزين لأسباب سياسية. وذكرت وسائل أعلام إسرائيلية أن وزير الدفاع يؤاف جالانت أبلغ رئيس الوزراء نتنياهو في اجتماع مغلق أنه لا يوجد سبب أمني يمنع التوصل إلى صفقة، وأنه لا يمكن التوصل لها في ظل شروط نتنياهو الجديدة. بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع نظيره الفرنسي ستيفان سيجورني الجهود الجارية لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين وزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة. أكد بلينكن خلال الاتصال أهمية منع المزيد من تصعيد الصراع في الشرق الأوسط. كذلك شدد بلينكن خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي على أهمية وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين في أقرب وقت ممكن. ولمزيد من المتابعة والتحليل تنضم إلينا من رام الله الدكتورة تمارا حداد الكاتبة والباحثة السياسية، والتوجه إليك بسؤال الساعة: ما هي مآلات التصعيد المحتملة خلال الساعات أو الأيام المقبلة؟
تحياتي لكم. نعم، هناك مآلات للتصعيد خلال 72 الساعة القادمة. طبعا هناك انتظار، هناك مرحلتين في هذه الأوقات، المرحلة التي يستخدمونها الآن مرحلة الحرب النفسية والحرب الإعلامية، بأن استعدادات الواقع الإيراني ما زالت حتى هذه اللحظة هي تستعد، ولكن أعتقد أن عملية الرد لم تكن مباشرة لأكثر من عامل. العامل الأول هو فيما يتعلق إنهاء 3 أيام العزاء فيما يتعلق لإسماعيل هنية في الدوحة، بالإضافة إلى فؤاد شكر في منطقة بيروت. هذا من جانب. الجانب الآخر، على ما يبدو أن الإيرانيون ينتظرون عدد من العدة وأيضا التحالف الذي يرسمونه في منطقة الشرق الأوسط، سواء كان في القوة العسكرية التي يريدون تشكيلها بشكل أقوى، وأن تكون هناك عندما يكون هناك رد، بأن يكون هذا الرد يعني مناسب لما قامت به إسرائيل باغتيال شخصيتين مهمتين، وتحديدا شخصية إسماعيل هنية التي اغتيلت في قلب طهران وأيضا في عقر دارهم، وهذا ما أدى إلى مس السيادة في للسيادة الإيرانية. هذا من جانب. فواضح تماما أنهم ينتظرون عدد من الأسلحة التي لها علاقة بصد الصواريخ التي قد تأتي من إسرائيل، كون أن أجهزة السد هذه الصواريخ وأجهزة الدفاع هي غير موجودة في الواقع الإيراني. على ما يبدو أن سوف يأخذونها سواء كان من كوريا الشمالية أو حتى على مستوى روسيا. حتى هذه اللحظة العامل الثالث الذي لماذا حتى هذه اللحظة هناك انتظار في الرد، على ما يبدو أن الإيرانيون تحديداً المرشد خامنئي يريد أن يكشف عن شبكة العملاء المعقدة في داخل إيران قبل عملية الكشف، لا يستطيع أن يرد. لماذا؟ كون أن هؤلاء العملاء لم يكونوا فقط زرع قذيفة أو قنبلة لشخصية مثل إسماعيل هنية الذي استطاع وضع هذه القنبلة بغض النظر عن طبيعة القذيفة أمام منزل أمام تواجده في هذا المقر الذي تم اغتياله فيه، قد يكون زرعها في أكثر من نقطة تحديدا للقيادات لرئيس أركان الإيرانية. قد يكون خامنئي ذاته لا أحد يعلم تماما ما يفكر به شبكة العملاء المعقدة التي تتعاون مع الموساد الإسرائيلي سواء كان من داخل الضباط الإيرانيين، والدليل أن يوم أمس تم اعتقال 20 شخصية سواء كان الشرطة الإيرانية أو سواء حتى على مستوى ذات رتب ضباط إيرانيين، يشيرون أن هؤلاء في تفكك في داخل الأجهزة الأمنية الإيرانية نتيجة أكثر من نقطة. النقطة الأولى، هناك عدم رضا لاختيار مسعود بازكشان الذي يريد أن يعمل عمليات إصلاحية في الداخل الإيراني. والنقطة الثانية، على ما يبدو أن هناك إشكالية داخلية سواء كان بعد أمني أو اقتصادي، فعلى ما يبدو يريد أن يرتب وضعه الداخلي الإيراني خامنئي ثم الانتقال إلى الرد لما يتعلق بما تم المساس بسيادة أو كرامة الواقع الإيراني. وأعتقد أن الإيرانيون حتى هذه اللحظة يريدون حساب أكثر من حساب حتى لا يكون هناك انزلاق للحرب الإقليمية والحرب الشاملة، نظرا أن هناك سياقات اضطرار الرد كون أن النظام الإيراني هو في أزمة وضع في الزاوية في عملية الرد أو عدم الرد. بمعنى أن الإيرانيون إن ردوا هم يعلمون تماما أن الإسرائيليون والولايات المتحدة الأمريكية تتجهز، يعني هناك أكثر من 4 حاملات طائرات سفن بأنواعها الأربع سواء إيزنهور إبراهيم لينكولن أو حتى على مستوى الأنواع الأخرى تتجهز الآن في البحر المتوسط وأيضا في منطقة مضيق هرمز، بالإضافة إلى عدد كبير من القوات الأمريكية الكوماندسية منتشرة. فبالتالي هم يحسبون هذا الحساب، أو أهم نقطة الآن يريدون أجهزة الصد، رغم أنهم يمتلكون عدد كبير من الطائرات المسيرة، هناك عدد كبير من الطائرات التي لها علاقة بشهاب واحد شهاب اثنين وعدد كبير من فتح واحد وفتح اثنين. فبالتالي هناك عدد كثير من الأنواع الإيرانيين يستطيعون صناعتها أيضا بالإضافة إلى تطويرها، ومن يستطيعوا تقديم هذا التطوير من دول طبعا حليفة لإيران. لكن في نهاية المطاف هناك حساب كما أشرت لك في أكثر من عامل في الداخل الإيراني يريد أن يرتبه خامنئي، لكن باعتقادي أن الواقع الإيراني مضطر للرد حتى يعطي نوعا ما مصداقية وثقة
القوة العسكرية أو حليفتها، بمعنى القوة المنطوية تحت إطار إيران، يريد أن يعزز هذه الثقة وأن لا يفقد الثقة بأن النظام الإيراني حاول الدفاع عن أكبر حليف له، يعتبر يعني إسماعيل هنية كان رئيس المكتب السياسي في الخارج لحركة حماس، كان حليف يعني أساسي وشريك أساسي تحديدا لخامنئي، كان هو يعتبر علاقة استراتيجية بينه وبين خامنئي. نعم دكتور تمارة، ربما أنت تعززين حسب ما فهمت من حديثك فرضية أننا أمام رد محدد ويمكن احتوائه لحفظ ماء الوجه، حفظ ماء وجه الدولة الإيرانية التي تم اغتيال ضيف فيها، وبالتالي هناك ضرورة للرد، ولكن لن يكون رد كبير يعني وغير محسوب وغير تلك الصفات التي أطلقها الحرس الثوري الإيراني في حديثه عن احتمالات الرد. دعيني أذهب إلى نقطة أخرى كنت قد تطرقت إليها، وهي الفشل الإيراني وتحديدا الفشل الأمني والاستخباراتي. كيف تقرأين هذا الفشل، وخصوصا أن عمليات الاختراق للأجهزة الأمنية وللأراضي الإيرانية متكررة، مرورا بمحسن فخري زاد العالم النووي وغير ذلك، كيف تقرأين هذا الفشل الذي لربما هو مطروح للتكرار خلال الفترة القادمة؟ أولا، هناك أكثر من عامل فشل أمني استخباراتي في الواقع الإيراني. أولا، الدولة العميقة لإيران هي ليست الجمهورية الإسلامية الإيرانية أو ضمن سياق بعد عام 1979 جاء الخميني وبعدها الخامنئي، لكن قبيل الخميني كان هناك أجهزة الدولة العميقة ما زالت هي ترتبط مع الولايات المتحدة الأمريكية، تحديدا في نظام شاه. كانت هذه النظام هو عبارة عن أقرب إلى العلماني وليس إلى الإسلامي، لكن بعد عام 1979 كانت هناك الثورة الإسلامية، ما زالت الدولة العميقة تتعامل مع، يعني لا نعتبرها الدولة العميقة جميعها، هناك عدد من الأجهزة الأمنية الإيرانية كالدولة العميقة في داخل عمق إيران ما زالت تتعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية. قبل عام 1979 كانت العلاقة قوية جدا، لكن تغيرت المفاهيم بعد عام 1979. هذا من جانب. الجانب الثاني وهو أن في داخل الأجهزة الأمنية الإيرانية هناك انقسام، هناك مع النظام الإيراني الحالي خامنئي، وهناك أصبح هناك مطالبات في عمليات الإصلاح داخل إيران، سواء كان في الإصلاح الاقتصادي، سواء كان في عملية التواصل مع الولايات المتحدة الأمريكية والحليف الغربي، سواء كان بعملية الإصلاحات في ذات المؤسسات التي أصبحت الآن بحاجة إلى إصلاح. هناك ترهل في المؤسسات سواء كان بوضعيتها الإدارية أو بوضعيتها المالية، ونهيك أن أصبح هناك في الشارع الإيراني هناك تظاهرات، هي صحيح حتى هذه اللحظة هي دائما تخفض هذه التظاهرات، لكن تظهر تحديدا بعد مقتل أمينة، هي أحدى الفتيات الإيرانيات التي كانت تطالب أن يكون هناك نوعا ما من المساواة بينها وبين الرجال. من هذه النقطة أصبح هناك تظاهرات في الداخل الإيراني، وأصبح هناك عدد كبير من الداخل الإيراني يتعاون مع الخارج، بمعنى أن هناك أصبحت مؤسسات تتعاون مع الخارج. الإيرانيون يعلمون هذا السياق، لكن لا يريدون تحرك الشارع الداخلي أو المظاهرات الداخلية لالتهائهم لما يحدث في المنطقة الخارجية. ونهيك عن النقطة الثالثة، أن الواقع الإيراني اهتمامه أكثر بسياسة الحرس الثوري، وهذا يصب التمويل لعقيدة الحرس الثوري، وهذا تتعامل فقط في خارج إيران وليس اهتمامهم في الداخل الإيراني. الداخل الإيراني هناك البسيج الإيراني هو الذي يهتم في الداخل الإيراني، ولكن ليس اهتمامه على الخارج. الخارج هناك ذراع هو يسمى الحرس الثوري، فقط هدفه الوحيد هو تعزيز النفوذ في الخارج، سواء كان في الحفاظ على مكتسباتهم السياسية، سواء كان في العراق، في سوريا، في لبنان، في منطقة اليمن، هذا ما يفكر به. فبالتالي اهتمامه بالسياسة الخارجية أضعفت السياسة الداخلية، أضعفت الاهتمام بأن هناك شبكة عملاء معقدة في داخل إيران، والدليل أن هناك قتل عدد كبير من الاغتيالات علماء إيرانيون، وقتل أيضا الرئيس إبراهيم رئيسي الذي حتى هذه اللحظة لا يتحدثون عنه، حتى على مستوى إسماعيل هنية هناك نقاط غموض في عملية لعدم خروج عدد كبير. وربما دكتور تمارة يعني اغتيال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ما زال يكتنفها الكثير من الغموض. على كل أحوال أشكرك شكرا جزيلا، كنت معي من رام الله الدكتورة تمارة حداد الكاتبة والباحثة السياسية. والآن نتحول إلى تطورات الأوضاع في لبنان.
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد حوالي 30 صاروخا عبرت من لبنان باتجاه إسرائيل. وأضاف جيش الاحتلال في بيان له أنه تم اعتراض معظم الصواريخ التي تم رصدها من قبل مقاتلات الدفاع الجوي في أعقاب الإنذارات التي تم تفعيلها في منطقة الجليل الأعلى. كما أكد جيش الاحتلال سقوط صاروخ في منطقة بيت هليل وسقوط الباقي في مناطق مفتوحة، مؤكدا عدم وجود ضحايا. هذا وطلبت الجبهة الداخلية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي سكان البلدات الحدودية بالبقاء قرب المناطق المحصنة. يأتي ذلك في أعقاب الرشقة الصاروخية التي انطلقت من جنوب لبنان باتجاه بيت هلل والجليل الأعلى، والتي أعلن جيش الاحتلال التصدي لها. أفادت مصادر طبية إسرائيلية بعدم وقوع إصابات جراء الرشقة الصاروخية التي انطلقت من لبنان باتجاه إسرائيل. هذا وأفاد مراسلنا بأن الرشقة الصاروخية التي استهدفت إسرائيل انطلقت من القطاع الشرقي للحدود اللبنانية. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإطلاق نحو 50 صاروخا من لبنان باتجاه الجليل الأعلى، مشيرة إلى أن الصواريخ سقطت في بيت هلل. وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية أن الرشقة الصاروخية انطلقت من القطاع الشرقي للحدود اللبنانية. وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن حزب الله أطلق الصواريخ باتجاه شمال إسرائيل، فيما أشار إعلام لبناني إلى أن صفارات الإنذار دوت في 15 مستوطنة بالجليل الأعلى والجولان المحتل. أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارتين جويتين استهدفت قرية المحمودية في بلدة بلاط في مرج عيون جنوبي لبنان. جاء ذلك في أعقاب إطلاق رشقة صاروخية من الجنوب اللبناني تجاه الجليل الأعلى بالأراضي المحتلة وبيت هلل شمالي إسرائيل. ولمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا من العاصمة اللبنانية أكرم سريوي، الخبير في الشؤون العسكرية والقانون الدولي. أهلا ومرحبا بك سيد أكرم. وقبل الحديث في أي شيء، أريد أن تعطينا نبذة صغيرة عن أبرز الوسائل المستخدمة في عمليات الاغتيال، وخصوصا مع تكرار الاغتيالات الإسرائيلية وتحديدا داخل الأراضي الإيرانية. صباح الخير لك ولجميع المشاهدين. العمليات الاغتيال، يعني طبعا هناك تقنيات حديثة، الذكاء الصناعي والتكنولوجيا الحديثة كلها الآن موظفة في خدمة عمليات الاستخبارات في كل دول العالم، وخاصة يعني في لبنان، بدءا من التنصت على الهواتف وملاحقة بصمة الصوت، يعني وهي أعتقد الوضع الأخطر هي ملاحقة بصمات الصوت. نعني ببصمة الصوت أنه ليس بالضرورة أن يكون يعني الشخص المستهدف هو من يحمل الهاتف، قد يكون بقرب أي جهاز إلكتروني مخترق. أي اليوم أي تليفون أو أي هاتف ذكي يمكن لأجهزة الاستخبارات أن تخترقه وتجعله جهاز تنصت على كل من حوله، حتى لو لم يكن يعني صاحبه قد قام بإجراء عمليات اتصال. حتى في هذه الحالة يمكن أن يتحول هذا الجهاز إلى جهاز تنصت، وبالتالي في حال كان موجود أي شخص من المستهدفين قرب هذا الجهاز وتحدث بصوت واضح، يمكن أن تصل بصمة الصوت إلى جهاز المراقبة ويصدر إنذارا فورا بالجهاز الأساسي ويعطي إحداثيات الشخص المستهدف. هذه إحدى الطرق الأكثر شيوعا. طبعا هناك طرق أخرى، الكاميرات الموجودة، يعني هناك ثقافة جديدة انتشرت في العالم وفي لبنان تحديدا، كل المحلات كل الشوارع بدأت مراقبة بكاميرات، منها ظاهر ومنها كاميرات خفية وهي صغيرة جدا. هذه الفوضى الموجودة يعني في مراقبة الشوارع والطرق العامة
تسهل على أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية والأمريكية وغيرها اختراق هذه الكاميرات، خاصة أن معظمها موصول بالإنترنت، وبالتالي هذا يسمح لهذه الدول وهذه أجهزة الاستخبارات باختراق هذه الكاميرات ومراقبة كل من يمر في هذه الشوارع، وهذا أيضا يعني يسمح بالتعرف. نعم سيد أكرم، من الواضح أننا فقدنا الاتصال بالسيد أكرم سريوي الخبير في الشؤون العسكرية والقانون الدولية، سنحاول معاودة الاتصال به مرة أخرى. كان القصف المتبادل بين إسرائيل وحزب الله قد تصاعد خلال الساعات الماضية، فيما نعى حزب الله مقتل 2 من عناصره جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت عدة بلدات في الجنوب اللبناني. وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت عن سقوط قتلى ومصابين خلال الساعات الماضية في بلدات لبنانية منها دير سريان جنوبية لبنان، حيث نقل المصابون إلى مستشفيات الشهيد راغب حرب والنبطية الحكومي. وفي وقت سابق أفاد مراسل القاهرة الإخبارية بشن إسرائيل 5 غارات جوية متتالية على بلدة كفر كلا بالجنوب اللبناني، وأضاف أن طائرات حربية إسرائيلية خرقت جدار الصوت في عدد من المناطق جنوبية لبنان، فيما أفادت وسائل إعلام لبنانية بتعرض بلدة يارون لقذائف من دبابة ميركافا. وأكد جيش الاحتلال قصفه لبنى تحتية عسكرية لحزب الله في عدة مناطق من بينها رب 30 في الجنوب اللبناني. رفعت الحكومة الكندية مستوى التحذير من السفر إلى إسرائيل، ونصحت السلطات الكندية في بيان لها مواطنيها بتجنب كافة أنواع السفر إلى إسرائيل في ظل الصراع المسلح في المنطقة والوضع الأمني الذي لا يمكن التكهن به على خلفية التصعيد الحالي بين إسرائيل وكل من إيران وحزب الله اللبناني. قال عمر عيتاني مدير مرفأ بيروت إن إدارة المرفأ في انتظار نتائج التحقيقات بشأن أسباب الانفجار. وأوضح عيتاني للقاهرة الإخبارية أن التحقيقات متوقفة الآن، مؤكدا أن هذا شأن قضائي لا يمكن التدخل فيه. يعني التحقيقات كلنا بانتظار أي نتائج، ولكن مثل ما بنعرف كنا أن التحقيقات متوقفة حاليا في ظل ما جرى اللي كل بيعرفه، وهذا شأن قضائي نحن لا نتدخل بهالموضوع أكيد، ولكن كلنا بانتظار نعرف النتيجة يلي كانت سبب أو السبب عفوا وراء هذا الانفجار. وأكد مدير عام مرفأ بيروت عمر عيتاني أن إعادة إعمار مرفأ بيروت ستكون من خلال إيرادات المرفأ نفسه بتكلفة 150 مليون دولار تقريبا. وأوضح عيتاني للقاهرة الإخبارية أنه تم وضع خطة عمل بالشراكة مع القطاع الخاص بمعايير دولية لإعادة تطويره. خليني أشير لموضوع فقط قبل ما أجاوبك على السؤال اللي تفضلت فيه. إعادة إعمار مرفأ سيكون من تمويل ذاتي من إيرادات مرفأ بيروت يلي بلغت السنة الماضية بال 2023 بحدود 150 مليون دولار نقدي. بالنسبة لموضوع سلامة التخزين، كلنا بنعرف أنه مرفأ بيروت كان يحتوي على 21 مستودع واللي كلهم راحوا بالانفجار، ونحن كنا عملنا خطة عمل وفي مناقصة حصلت من بحدود السنتين تقريبا لورقة أو سنوس استلمتها ربحتها فازت فيها شركة CMA العالمية للشحن لإدارة محطة الحاويات في مرفأ بيروت.
ما زالت المنطقة على صفيح ساخن وفي انتظار الرد الإيراني المتوقع على إسرائيل. إسرائيل قامت منذ أيام باستهداف إيران وتحديدا اغتيال إسماعيل هنية. هذه الأيام التي تحمل مآلات تصعيد غير محتملة ربما تقود المنطقة لحالة من الصراع والأزمات حذرت منها جميع دول المنطقة وعلى رأسها مصر، وهذا ما يعزز ضرورة وجود رأي عام عالمي يدفع إلى مزيد من الدفع نحو الجهود الدبلوماسية للضغط على إسرائيل من أجل تقليل حجم الشروط التي تضعها لعرقلة المفاوضات وتعطيل صفقة تبادل المحتجزين والأسرى. أشارت كل التحليلات والتقارير إلى أن صفقة لتبادل المحتجزين والأسرى ربما ستفضي إلى حلحلة الأزمة في شمال إسرائيل مع الجنوب اللبناني وربما تدفع نحو تهدئة الأوضاع في الشرق الأوسط. وعودة مرة أخرى للحديث عن ذكرى انفجار مرفأ بيروت، حيث مع حلول الذكرى الرابعة لانفجار مرفأ بيروت لا يزال المسار القضائي لم يشهد أي تقدم بخصوص القضية، ولا يزال أهالي الضحايا والشعب اللبناني ينتظرون الحقيقة والعدالة والمساءلة عن الانفجار الكارثي الذي أدى إلى مقتل أكثر من 220 شخصا وإصابة وتشريد الآلاف. لهيب النيران للمرة الأولى يصل علان السماء. انفجار زلزل مرفأ بيروت اعتصر قلوب اللبنانيين الرابع من أغسطس عام 2020. كانت اللحظات القاسية التي شقت أمان العاصمة اللبنانية بأكبر انفجار في تاريخها، وأطلق عليه البعض انفجار بيروتشيما تشبيها بانفجار هيروشيما النووي. مرفأ بيروت الشريان البحري الذي تمر فيه السفن التجارية، ولسوء الحظ أو بسبب الإهمال في عام 2013 احتجزت سفينة محملة بأكثر من 2000 طن من مادة نترات الأمونيوم بسبب عيوب فنية تحول دون مواصلة إبحارها، وأعلن مالكها إفلاسه، فتمت مصادرة الشحنة، وبعد إجراءات قضائية تم تفريغ المادة شديدة الانفجار في المستودع رقم 12 بالميناء في عام 2014. وبعد 6 سنوات كانت الكارثة ببدء حريق في المستودع رقم 9 امتد إلى المستودع المملوء بالمادة المتفجرة، وحدث انفجار ضخم على مرحلتين. الأولى ظهرت خلالها سحابة دخانية ضخمة، ثم حدث في المرحلة الثانية الانفجار الضخم الذي هز بيروت وامتد أثره إلى مسافة 10 كيلومترات، أدى إلى أضرار كبيرة في المرفأ والسفن الراسية وحصد أرواح أكثر من 218 شخصا، وأصيب أكثر من 7000 آخرين، وتضررت 3 مستشفيات و34 مدرسة ونحو 50,000 وحدة سكنية، وبات نحو 300,000 شخص بلا مأوى. وقدر محافظ بيروت الخسائر المادية ما بين 10 إلى 15 مليار دولار أمريكي، وانهار قطاع السياحة برمته. الرئيس اللبناني حينها ميشيل عون دعا المجلس الأعلى للدفاع إلى اجتماع طارئ أعلن على إثره حالة الطوارئ والحداد الوطني. وفي 10 من الشهر ذاته قدم رئيس وزراء لبنان حسان دياب استقالة حكومته. يوم استقالة هذه الحكومة، الله يحمي لبنان. بعد 3 سنوات فشلت تحقيقات السلطات اللبنانية في محاسبة المسؤولين عن الحادث، فدعت الأمم المتحدة في عام 2023 إلى إجراء تحقيق دولي. وحتى بحلول الذكرى الرابعة لا يزال الوضع يراوح مكانه. لن ينسى سكان العاصمة اللبنانية
تلك المشاهد الأليمة، ذلك الانفجار الذي أدى إلى تسونامي، والأكثر ألماً عدم محاسبة هنا. مشاهدينا الكرام، إلى هنا تنتهي هذه التغطية، وبطبيعة الحال التغطية مستمرة على شاشة القاهرة الإخبارية. بعد دقائق تصحبكم الزميلة منى عوكل في نشرة إخبارية جديدة. أشكركم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.